سلامات استاذه، سلامات. الله يسلمك. سماشر ايش فيك؟ ماكو، بس العوار اللي بظهري رجع لي مره ثانيه. ما تشوفين شر؟ ما رحت الطبيب؟ بلا، رحت وسويت علاج طبيعي بس ماكو فايده، رجع لي الالم مره ثانيه. هي الف لا باس عليك. مديتك كثير قدام؟ قدام؟ اي كذي ثنتين. اوكي. شفتي البهام هذا؟ ايه. حطيه هني على الايد هذه. ايه وضغطي ضغطي. رفعي رفعي لفوق لفوق. خذي نفس. نزليها تحت. ايه بعد. نفس عميق. تعرفين زيت الخروع؟ ايه. زيت الخروع؟ ايه. دهني في ظهرك وان شاء الله تطيبين، تدهني ونامي. ان شاء الله. ان شاء الله ما تشوفين شر. ان شاء الله ما يجيك. اجر وعافيه. زين، وش قالت لك المحامية؟ قالت لي إن الوضع مو من صالحي. قالت لو تراضين أنت وفواز وايد أفضل، بس فواز مو راضي. إنا لله. يبي يحرمك من عيالك؟ هلا ما صدق. لا ما صدق. ما رمى وراها إلا بيت وعيالها، الدوام وتكرم وحياتك كلها سيدة، هذه آخرتها؟ وأنت إيش فيك بعد متكدرة؟ ناصر ورجع من السفر ما رد. شنو يعني؟ أقصده هو يابس زيارة قصيرة ورجع الأردن. إنا لله. أبا عرف ليش يسوون فيني الريايل كذي؟ ليش؟ عسى ما شر بدرية. ايش فيك؟ ليش وجهك وحاسه انك باهته وتعبانه وماكو ابتسامه بوجهك؟ ترى عادي اذا كنتي مطلقه او لقب مطلقه. سوت يعني وايد مطلقات، وبعدين مو كل مطلقات يعني. اي صح، صدق سوت يعني مطلقه وايد افضل من عانس.